مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد، وما زلنا معاكم متواصلين في سلسله حلقاتنا من داخل جهاز مكافحه الجريمه بمدينه البيضاء الحبيبه. وحلقاتنا كيف ما سخرنا الكم، وربي سخرنا ان نكون صوت الكم، باش الواحد يفطن الروح ويرجع لله عز وجل في موضوع السحر والسحاري. هذه الخطوه الكم؟ هذه الخطوه الخامسه ان شاء الله. خطوه شنو؟ خطوة استخراج سحر تفريق. به والسحر هذا وين حاطه انت؟ موجود هنا. علي صوتك. ها؟ موجود داخل حقفة. موجود داخل ايش له هنا؟ تقريبا في السنة سنة ونص هي تقريبا. وعلاش مديور؟ تفريق و أسرة؟ أسرة. هيا أزقب جبالي هاي. أزقب. هاي مكتبة. أزقب هاي. وبيدي. وين السحر؟ الله شنو؟ هذا ايش؟ هذا هو سحر التفريق. نعم. هذا له كم هذا؟ تقريبا له 18 شهر. ما بين السنة ما بين 18 شهر. شيل هاي. تمام شيل هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت السحر؟ ايوه. انا ما في انا. لا ما عادش في خير. تأكد انا؟ وين تو الاخر؟ الاخر في سوس. وين في سوس؟ امسك سحرك هاي. وري لنا هنا. تمام. تمام. والاخر وين؟ علي شط سوس ان شاء الله. شط سوس هذا شنو؟ ايش مدفون فيه؟ مدفون فيه برضو سحر المحب وتفريق. طبعا احنا حاليا مشاهدينا الكرام قاعد معنا احد الشخصيات. اول شيء شنو اسمك؟ علي العبيدي. علي انت شنو جنسيتك؟ جنسيتي فلسطيني. جنسيتي تحشمش اهل فلسطين حتى ما كويسين. انا قصدي هد انا جاي هد اسمك عادي تو انا لا نحقق معك ولا شيء. انت فلسطيني واسمك علي، عايش في ليبيا من امتى؟ تقريبا لي 40 سنه، فوق ال 40 سنه. 40 سنه. امتى تعلمت السحر او كيف تعلمت السحر؟ هدرز لي. وتعلمت السحر في اواخر 2016 تعلمته. نهاية 2016 تو يعني جديد على السحر ما زال انت؟ نعم. جميل. بديت في 2016. كان هدفك انه مكسب مادي. بديت عن طريق التواصل الاجتماعي. استرسل بعدها؟ بعدين قعدت كي ناخذ في رموز من مواقع زي مثلا موقع ابو الحارث، دكتور ابو الحارث، وموقع كي يعني عراقي. نعم ناخذ شندير طرامس وامور هكية يعني. طرامس هذا هو العمل اسمه؟ الطلاسم. طلاسم هو طلاسم عبارة عن شنو؟ لما تقلبها تقعد شنو؟ فهمت انها مسلط، انك تسلط شنو؟ رموز. وانا ما نش فهم الرموز هذين، لكن ناخذ ونطبق وندير. في بعض منهم نجح وفي بعض منهم ما نجحش. جميل. نعم. حلو. انت متزوج؟ نعم متزوج. من هنا؟ نعم. متزوج ليبية؟ نعم. زوجتك عارفة انك انت خشيت على السحر؟ والله هي في بدايه الواقع مش كانت عارفه، لكن وقت ما تم لما قعدت سحار مقنط عرفت. نعم. لما حقت الفلوس الجرام في الحوش عرفت انك انت صحار. نعم نعم. كيف كان رد فعلها؟ والله هي ديما تنصح في مره تقول مرات شيء مسكوك شيء حاجه كياه، فقلت ان شاء الله ما فيش الا يعني تنصح فيه. يعني هي تقول لي مرات يمسكوك ولا حاجه افطر روحك. يعني هي خافتش من ربي، خافت عليك من الشرطه. يعني ما قلت لكش مثلا هذا حرام وحرام نضر الناس وكذا كذا، قلت لك لا راهو يمسكوك الشرطه. نعم. ولاني اصلا انا بروحي مانيش كنت فاهم روحي انا اصلا، ما كنتش يعني حاجه تمنع فيه على الصلاه، نقول ماشي نصلي الجمعه تمنع فيه. طيبين على النبي. نعم. انت قلت لي انا خشيت بنتعلم السحر. خشيت. يعني ما فيش، ما انت ما كانش مديول لك عمل انك انت قاعد تبعد على الصلاه. نعم. انت خشيت بارادتك اني انا مكسب عندي مندير ومفلس. نعم. متزوز وحده تبي فلوس نخش نقعد سحار باش نجيب فلوس. نعم. فما كانش حد منعك على الصلاة، ما نقولش انا كان في شيء يردني على الصلاة. الشيطان شيطان شيطان الانسان طبعا كان فيه انا شيطان. بقيت 40 سنة عمرك، يعني لما خشيت على الصلاة كان عمرك 36 سنة. مو ما تصليش؟ لا في من زمان كنت اصلي يعني في الفترة الماضية. به انت بديت في 2016. نعم. تمكنت بعد سنة؟ بعد سنة قعدت متمكن؟ في 2018 تمكنت، حسيت روحي اني يعني سنتين وانت تعلم تقعد سحار. ايوه. قعدت سحار بالسحاره يعني بامور على الملابس، علي
في هذا كله تعرفت على النت؟ نعم كله على النت، يشرح لك كيف تقعد صحار وتاخذ ملابس وتدير قفل وتدير جره وتدير دبوس. هيك خذك موجود في النت هيك؟ في النت واكثر من هيك. مع من توصلت؟ من اللي علمك؟ من اللي قلت له فلان بنقعد انا صحار ساعدني؟ قصدي هدس معي بطلاقه يعني. بطلاقه انا طبعا ما كانش نتواصل مع حد، انا عرفت يعني في انا في موقعي في منطقتي في المنطقه هذه ما كانش نعرف حد. ليش؟ لا حد ساكن في البيضاء؟ لا في ضواحي البيضاء ساكن. تمام. فقعدت هي نطبق الحاجه نطبق الحاجه عرفت؟ تعلمت بروحك، من اللي ساعدك؟ من اللي علمك؟ تعالي على راس حاجتي، من اللي علمك؟ عن طريق التواصل الاجتماعي بس فقط. تسمع حد بالتليفون بكل؟ لا ابدا. عن صحار برا لصحار جوا؟ لا تواصلت على الواتس. عمل واحد عراقي ما نش عارف اسمه هو. كيف خشيت فيه الواتس؟ معناته انت عندك رقم تليفونك، كيف طبيت فيه؟ طبيت تليفونه، هو حاطط مقطع فيديو حاط رقمه وحاط رقم تواصله على الفايبر واتساب، خذيت رقمه على الواتساب وتواصلت معه. يا حاج دونك ليه بنقعد كيفك؟ نبي هذه كيف تندار؟ طبعا هو فيه وحدين يعني، فيه بعض ناس يعني صحارة من الخارج، فيه يقول لك ما نعطيكش إلا تدفع مبلغ، وفيه اللي يقول لي نعطيك الطريقة تدير كذا 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 على بخورة كذا كذا كذا. أيوة. تعلمت وقعدت سنتين وما شاء الله عليك ومية مية وقعدت صحار مقنع. كيف قعدت تعمل مع الناس؟ مع طبعا شغل كله مع الصبايا صح؟ نعم كله مع الصبايا. هو طبعا يتواصل معي عن طريق التلفون، أنا نبي طوعا لجوزي. جميل. واحدة واحدة كيف جمع تليفونك؟ عن طريق ال في قناة اسمها ام بي سي ميديو، في قناة اسمها ام بي سي ميديو على السوشيال ميديا على في التواصل في التلفزيون. كانت تحط فيها رقم يطلع شنو يعني بعد القناة بتاعت الأغاني. تمام الأغاني هذه حط رقم المدير، حط رقم المدير على المعالج الروحاني من شرق ليبيا. ما شاء الله يعني انت يعني انت خشيت على القناه بتاعت الاغاني حطيت اسم رقم تليفونك معاج روحاني من شرق ليبيا في 2000 في بدايه تواصلي 2000 في فتم ان الصبايا يخش على الموقع هذا يجيبها على القناه يجيبها في رقمك يكلم من فيه. هذه تكلم صاحبته وهذه تكلم جارته مرعيه تعطي خديجه، خديجه تعطي مسعوده وتمني جنه. تمام هذا الشيخ كويس وهاني يقول لك يا شيخ. نعم يا شيخ يا عمي الشيخ. سامحني يا عمي الشيخ. نعم احكي لي ترى انت في حوشك وقت جنك الصبايا هذين اللي يبقى ناس حار على التلفون ويقول ان انا نبيك تعالجنا تعالجني مثلا نبي مثلا الجوزي سمعا وطاعه مثلا جوزي او الحماتي او الى اخ عرفت. اكثر شغل حموات انت اللي اشتغلت عليه؟ ازواج تفريق، ازواج تفريق محبه والتفريق الحموات. يعني هي تقعد مش حابة وحدة مش حابة فلانة بالفرق بينها وبين راجلها. هي تبي راجلها مطيع لها سمعا وطاعة وتبي تفرق راجلها من أصدقاء السوء أو من حماتها أو من أختها أو من آواء. يعني تبي الراجل ملك لها هي بس. نعم. فهذا شنو؟ وأنت سلم فزاحها فزعت لها. نعم. درت لها اللي هي تبي. فزعت لها وهذا. صار منا فرق بين راجل وامه. في صار منا في صار منا وفي فشل وفي نعاول. لما ينجح عملك تفرح. ما خلاص انا ناخذ المادة. كم تاخذ؟ ناخذ ما بين على حسب امكانياتهم، فيه اللي يقول نحن ما عندناش فلوس وفيه اللي يقول انا عندي فلوس، ما بين الستين ما بين الاربعمية الخمسمية ما بين. قصدك تفرق بين ولية وبالراجل وامه بستين جنيه؟ في نعم ما بين ستين وفيه ما بين اللي تقول لك انا ما عنديش فلوس وانا طبعا نبي مادة. يعني انت باللي جي جانك 60 جانك 100 يقضك رخيص الموضوع لك انت والله. تمام هذا الموضوع يعني انت تفرق وتاخذ فلوس. به نحكو فاقش شويه نحكو علاقاتك معهم كيف؟ غير ما تقولش كله بالتليفون. الفلوس منين جانك بالتليفون؟ الفلوس جانك؟ لا انا نمشي لهم. وانت مشيت لما نتفق معاهن. انت مش قلت لي فيه وحدات من غرب ليبيا؟ لا من غرب ليبيا انا ما مشيتش على غرب ليبيا. كلهن من المنطقه هذه هي. تطلب منها تجيب مثلا دباش راجلها دباش عمتها وهيك جوابها. ايوه توتي اللي في شكاره عرفت وجيب معك فلوس جيب معك يعني مبلغ اعطيني الدباش. كيف تاخذها منها؟
تكون اما في عياده تجيني برا العياده او مع اختها او مع او عن طريق زوجتي، عرفت؟ شغلت زوجتك معك حتى هي؟ شغلتها الولية فيها شغلتها. نعم شغلتها. يعني هي لو ما نصحتك ايش بدي تمت معك يعني هي مساعد سحار. والله نقول طبعا هو اخفى حقائق واجده، لكن الله غالب ما ادري شو اقول له. وهو قاعد والله عندما ينكر لولا اخفى طريقه التواصل معه بعد الصبايا. الصبايا كان يجنى فيه بعض من ذكر حتى الذكر، يعني كان يجنى في الحوش غادي وفي امور غير اخلاقيه صار منه. انا حتى اثناء ضبطه كان على موعد وكانت جوزته معه، لكن على موعد على اخذ وليه من 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 هنا من احد الاماكن داخل المدينه واخذها الى منزله. فهمت؟ واصلا اول معلومه وردت من وليه كانت ماشيه غادي على اساس انه شيخ فلان ويعالج، لما جاء غادي اتضح انه شخص طلب منها شيء اتجهت الينا واتجهت وبلغت. هذا جانب يعني في امور واجد واحد تبقى على تواسيه الرائد. قال لك انت في صبايا جن يبن عمل سحر وكذا كذا، انت تطلب منها شيء غير اخلاقي في بلاد وادي؟ نعم في من كيف عليش دي. هل انت الجان اللي تعامل معاه ولا الشيطان تعامل؟ قال لك دير هيك يطلب في الشيء هذا اياه. يطلب يا علي هدرزدي دهشتي احكي. هو يطلب في الشيء هذا، عرفت؟ ما اللي يطلب منك؟ يطلب يعني زي ما تقول ما اللي يطلب منك؟ الشيطان يطلب اني اني نطلب مثلا الجامع مثلا او كيف يطلب فيها منك؟ ركز معي كيف يطلب فيها منك؟ يطلب فيها مني اني مثلا نجمع المرأة، لما نجمع المرأة عرفت ندير شغل لها على مية مثلا في نفس اللحظة في مية نقعد أنا نجس النجاسة تمكن لها النجاسة، لما نقعد نجس نقرأ في أسماء كيه أسماء يعني حافظهم أسماء الشياطين زي ما يقولوا عليهم، ونقول هذه تفضل هذه أعطيها للجوزة هي تسلم روحها. سلمت لك روحها ولا في الأول يامن في سلمت سلمنا روحها؟ مش تفرق بين الراجل وامه وتبيع جسمها؟ نعم صح هيك الموضوع. نعم. به انت قعدت تواصل مع الجنون دغري يحكوا معك؟ لا جنون ما نحكيش معهم، لكن نسمع فيهم في 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 وذني نسمع فيهم يعني وسواس، عرفت؟ وسواس يعني وسواس، حتى في الليل ما نرقدش الا بصداع. يحكوا لك هم اليوم دير ودير ودير دير ودير، عرفت؟ اليوم وقف اليوم دير. اصواتهم كيف؟ كيف صوتنا هكي؟ ولا كيف ترى؟ وسواس. احكي لي كيف تسمع فيهم؟ نسمع فيهم قلدني صوتهم. هو نفس هو نفس صوتي انا، نفس صوت اي انسان، عرفت؟ وسواس يوسوس. مثلا نحن نقوله مثلا انا نمشي على الصلاه، يقول لي ما تمشيش على الصلاه خليها بعدين، عرفت؟ يا راجل انت سحار ونجس، كيف تقول لي بشيل الصلاه؟ ما 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 تودرنيش معك، انت قاعد توا صحار وتسحر. ماشي صلاه وين؟ صلاه علي محمد مثلا. انا نقول لك ماشي على الطريق، ماشي انا نفس على الطريق. قد جاتك وليه بكره عندك موعد معاه، وليه بكره بدي لها عمل صح؟ هو شنو يقول لك؟ شو تدير لها؟ جمعها. جمعها كلها؟ جمعها كلها. اي وحده صح؟ اي وحده تجيك بدير سحر؟ لا مش اي وحده. مش كلهن، عرفت؟ زوجتك عارفه الموضوع؟ لا ما عندهاش علم في هذا. زوجتي تكون انا نخفي فيه عند هلها، نحط فيه عند هلها. كم لميت توا فلوس؟ والله اللي لميت كلهن يعني مبلغ، هو يعني بحبت ثلاث أربعة بس كنت نصرف منهن، عرفت؟ ثلاث أربعة شنو؟ ألاف بس. ثلاث أربعة ألاف، عرفت؟ ثلاث أربعة ألاف في خلال الشهر في الشهر يجونا يجوا لك كم زبون يوفر فين بال 3000 4000، فهمت كيف؟ لا مش على الزبون، يعني من كثره الزبائن اللي عنده والاتصالات اللي عنده شهريه. ايوه يعني خلال السنه يعني عنده مبلغ، لكن هو بحكم ان اللي الفلوس اللي جنه 3000 او 4000 يصرف منهم، يصرف فين في تموين ويصرف منهم في زي ما يقول هو يعيش منهم، تمام؟ لكن لما جيت اجمالي يقول 3000 جنيه شهري اضربهم في 12 شهر، هذا كافتراض. لكن هو عنده زبائن باستمرار، اغلبيه اللي يطلبوا منه في السحر والله في الاسحار والله في الشيء هذه من العنصر الاناث، النساء كلنا. ما فيش رجال بكري يجوك صح؟ ما يقدرش هو بروحه اثناء التحقيق واثناء استدلال معاه بالضبط، يعني تمام تم الاستدلال معاه انه يخاف من جنس الذكر، لكن كان جاء الذكر وطلب منه السحر عادي يلبي. ايوه واتي ما عندهاش مشكله.
انت انا عايش بروحك انا من غير هلك صح؟ ما فيش اخوتك وامك وخواتك؟ لا مع متوفين بقى. لا عندي اخوت هنيه لكن ما حد عارف نقطه صحار. عندي اخت واخو طبعا من عوكم مره على حاجونا هنيه وقالوا من عناك مره بعدها هجرنا سيبنا وطلعنا بالكل لنا حوالي ممكن سنتين قالوا مش لا لا اعرف هو رافعين وتبروا منا متبرين منا من قبل لكن بعد حصل هنا تواصلوا معنا لميناهم نحن لبعضهم انا اخيرا بعد هذا تعاون معنا اخيرا لميناهم وتوه في صدد علاجه بروحه اصلا هو بروحه مسكون وما في قصه خير. علي انت لما مسكوك وجيت هنا عندهم في المقر وتو انت هنا الحاجات اللي الموجوده معنا في منها جزء كبير لك كيف القصب هذا كيف بخخ النجاسه كيف لك هذين انت كيف جبتهم هنا بعد ما مسكوك كيف جبتهم؟ اعترفت علينا اعترفت قلت انا داير اعمال مدفونه واعمال معلقه واعمال اعترفت يعني فبالنسبه يعني هذه البخاخ هذه وين كانت تاعت البخاخ وين كانت؟ البخاخ كانت في مكان في 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 بحذاء المنزل. يعني الحاجات هذه ما تحطش فيها في حوشك؟ لا ما نحطش فيه في حوشي. ليش؟ ما نحط فيه في مكان خاص. قد ليش مش في الحوش؟ هل خايف من الولية ولا هن ممنوع يكونون في الحوش ولا هن لازم يكون في مكان معين؟ لا أنا ما نتريحش إلا ما يكونوا قاعدين في مكان خاص مسكر عليهم. خاف أي حد يجي حقن يعني؟ أيوة نعم. اللي صبر في يدك هذه شنو قصتها؟ هذه نستخدم فيها للتفريق وللمحبة نستخدم فيها فنحط فيها عمل من هنا ونسكر عليها ب. تحط فيها جو القصبة؟ نحط فيها إما صورة أو إن لم يوجد صورة نحط فيها أثر ما يوجد أثر نحط فيها ورقة عليها. فيها اسم الطالب والمطلوب. جميل به حطيت صورة جوا فلان وبتعزم علينا هذا يبي يفرق بينه وبين مراته ولا بينه وبين امه ولا اللي هو شنو تدير في جو بش العمل يصير منه شو تدير نبخها ب ببخاخ النجاسة نبخها به كويس. ايوه بعدها سكرها بشمعة من هنا ومن هنا صح؟ لا هي من هنا مسكرة من هنا ومن هنا بشمعة به بعدها ندفنها او نعلقها. شو الفرق ما بين تعلقها وما بين الدفن؟ الدفن للتفريق والتعليق المحبة. إذا معلقة في الهواء كل ما تهب الريح يحبها بزيادة. يحبها يقعد ساكت يعني كتوم. هذه ساكت ومسكوته؟ ما هي ساكت مسكوت يعني لما تقعد معلقة فوق يحركها الريح يعني في مهب الريح. وتعلمت إن لما التفريق هذه تدفن. هذا ما يعلم لك؟ كلها عن طريق التواصل المتعلق فيها مع ناس معينة. أيوة. شو الموضوع المي شيشة المية دي شن قصتها؟ شيشة المية دي هي ديرها زي ما تقول جلب محبة جلب عرفت جلب محبة وفيها شوية نجاسة وعليها بخورة ومعها بخورة نعطيها ونقول للمرأة تفضلي هذه وعطيني حقاتها. بكم العفسة هذه؟ العفسة هذه هي على حسب مقدرتها في اللي تقولها 60 جنيه. هي بكم تبيعها؟ فكري من كلمة على قد مقدرتك أنت لما تقول هذه نبيع بكم تقول هذه؟ نقول ديما نقول أنا 360 320 ديما أنتوا تسكروا في الحسبة 300 400 500 قصدي ما تديش روحك أنك أنت أحكي كويس. هو 400 على سنة. أيوة خليك واضح أنت ما تقول 320 بس أنا واخذ كوش أنا من بس حاب نوضح لك حاجة معلش ياس لما نقولها 400 تقول لك حتى نعطيك 800 عادي. هي تقول هي منها تاخذ منها 800 تفرح عادي تعطيها وغير حاجه هي تقرب رجلها لها. ولما اقول لها 400 تقول لي ما عنديش 400 نعطيك 100 وترجاني في هيك انا حكيت بكل صراحه. ترجاها تاخذ منها فلوس ولا تاخذ منها نجاسه بعدها؟ لا لا, لا 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 فلوس ناخذ منها فلوس. ناخذ منها فلوس. يعني انت ما في بلا ما درت ساكت ومسكت درت حجابات درت جاب الحبيب درت فرقة ما بين الراجل وامه درت نجاسة والعياذ بالله عشرت النساء بالحرام شن درت أخرى ما في بلا ما درته. هذا مية النجاسة به. وانت خاش في هالسراكة هذه ما كاش يخطر في يوم في بالك انك انت حطيح؟ يخطر في بالي يخطر. ليش ما وخرتش قبل ما طيح؟ جاني يوم من الايام اني كان عندي بعض شويه اعمال في الحوش جتني حفرت حفره وحطيت وحرقت بما فيهن
بعدها قعدت متضايق. ما عادش سيبوك الجماعة. نضايق. كم واحد كنت تعامل معهم؟ كم جن ولا هم جنون ولا شنو هم؟ هم زي ما تقول شياطين. شياطين معي شياطين. جنون ولا شياطين؟ شياطين. هو شيطان واحد. هيك وسواس وسواس في. كم واحد؟ كم واحد معي؟ حسيتهم كثرة حسيتهم. نحس فيهم كم واحد تعامل معهم؟ احكي لي فقش كم تعامل مع واحد؟ يعني أنت لما تقام عز قول تعال يا من ويا من يا من مو خفت خايف تو قاضي هو لو تو قارب حيجوه هم. ها؟ نعم عشان ترى أنت لو بتناديهم كيف بتناديهم؟ مثلنا ترى تو مثلنا لو أنت تبت تناديهم مثلاً أنا حفظ طبعاً أسماء شياطين اللي هم طبعاً زعسوع وأبنوخ وهذوم الأكثر حاجة معي عرفت طبعاً زعسوع وأبنوخ وهذوم الأكثر حاجة معي عرفت هذوم أصحاب رفاقتك رفاقتي زعسوع وأبنوخ هذوم الشياطين أصحابك كل واحد معه طبعاً جنود فهذوم هم اللي يعاونوا فيه ويعني وطيحوني في الموضوع هذي طحت يعني ما طيحوا حد أنت الكلام ده أنت اللي جبته أنت ديانتك مسلم مسلم إن شاء الله مسلم كنت تصلي كنت نصلي وعارف كتاب الله نعرف كتاب الله ونعرف وتعرف الحلال والحرام نعرف لمو بدلت كلمات الله نعرف دخولك في مجال السحر أنت قلت لي بشتب فلوس يعني أنت مع احترامي للجالية الفلسطينية اللي عايشة عندنا يعني أنت مش من البلاد وجاي في بلادنا مع احترامي في الكلمة المشاهدين واحترامي لحرمة قناتنا ومكاننا تفسد فيهن وتاخذ في فلوسهن وتخرب في عيشتهن وتخرب في حياتهن تفرق بين عيل وامة تقرب راجل لمراته تدير في بلاء أسود وعايش هالبلاد لك فوق الأربعين سنة وين أنت؟ وين 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 ماشي انت عقلك شنو يقول لك وين ماشي وطبعا بصراحه بعد ما امتسكت انا في المقر هذا وقروا علي بعض يعني المشايخ قروا علي حسيت نفسي تريحت الصبايا اللي انضرك منهن صبايا اللي ضريتهن شنو تقول لهن توي ربي يستر عليك وان شاء الله يعني مش عارف كيف دي يعني نبي إنجازي الصبايا الأمهات كم أم فرقت بينها وبين ولدها مجموعة كي كم تقريبا في ممكن في 15 في الحومة هذه هي يعني مفرق 15 أم عن ولدها ومقرب كم راجل من أمراتها كم خليت راجل خلق عند أمراتها كم واحد مجموعة برضو أستاذ محمد قصة الحب والقبول أو الزوج إنه يكون سميع مطيع لزوجته هذا حدد ولا حرج يعني هذا بالنسبة للتفريق حتى وحد الحرج بحكم إن أني أنا رئيس وحدة مكافحة السحر والشعوذة بحكم إني معالج تمام بعض المشايخ المعالجين يعني الشيء هذا أكثر شيء السحر اللي نشوف فيه التفريق بين المرء والزوجي أو التفريق بين الأب وابنه أو الأم وبنته وغير التفريق بصفة عامة تمام أو الربط بين الزوج والزوجة أو المرض هذين أكثر الأسحار نعالجوا فيهن الموجودة دي. لما مسكنا هذا الساحر تمام اعترف بالأشياء هذين منهن حالات فضل الله عز وجل مشينا توكلنا الله وشفاهنا الله عز وجل فكين علينا الأسحار ومنهن اللي مدينا بكم جلسة معها ومنهن اللي توفاه الله ماتت ماتت هيك حلقتنا اليوم انتهت هذا الرسم مع علي الفلسطيني حكى على القضايا اللي دارها على السحر اللي دارها وحكى على يعني ما بيش نزيد اخرى ما هو ما قال قرب وبعد عيال عن امهاتهم وقرب رجاله من صباياهم وفرق بين الاحباب وفرق بين الاصحاب ودار اللي ما يندار وخرب بيوت ناس واجده وفعل ناس واجده ونجس بيوت ناس واجده لكن ما عندنا ما نقوله الا رب يصلح الحال لان هذا منا نحن بعدنا عن الله عز وجل غياب الوعي الديني قلت سامحوني في الكلمة محترام الكل اللي قاعدين معانا وكل مشاهدين قلت الرجولة لما يقعد واحد في الحوش مخلي زوجته تطلع وتمشي وتجي من غير ما يسألها وين ماشية ولا وين جاية ولا يراقبها مع من تعامل واحد كيف هذا جاء خش في حوش راجل قاعد يختم في حالة كان اختيارك من الأول غلط
للزوجة اللي جبتها لحوشك، خربت بيتك وخربت سمعتك، فرقت بينك وبين زوجك. هذين للأسف بنات مش بنات ناس، مع احترامي للمشاهدين الكرام. فربي موجود. نصيحة الكن خواتي مهاتنا بناتنا، الحاجة ما جيش من ربي ما تدوريهاش، ما تزوزتش مش لازم تجيبي صحار ويصحرك يخربك يخرب هلك، مش تقربي راجل ولا تفرقي بين راجل وبأمه. الراجل اللي يحب أمه هذه أمه اللي جاباتها، مش من حقك تبعديه عن أمه بشوية دقيقة قريب منك، مش من حقك دي ساكت مسكوت زوجك باش يقعد هو خرقة بين يديك. ما ينفعش تكوني أنت ماشية وراجلك مغيب، ما ينفعش تخربوا حياتكم، تخربوا بيوتكم، تخربوا دينكم، تبعدوا عن الله. كيف تبي ربي يبارك لك في زوجك وفي عيالك وفي دنيتك وانت بديتي في حياتك بسحر؟ هذوما ناس ما تخافش الله، هذوما ناس نتمنى كيف ما قال بادي الرايد عبد الجليل، ان شاء الله حكومتنا ان تدير قرار يقعد قوي ان شاء الله، حتى بالاعدام في وسط الميدان باش يخافوا. ما ينفعش ان ما يكونش في قانون، في قانون ما يحمش بلادنا من الصحارة ومن التقازة ومن الناس مثلا اللي ما تخافش الله ويتعاملوا مع جنون، مع فلان وفلان. قال لك بدري أسماء جنون، أسماء شياطين جابهم لنا مش عارف منين. فياريت دولتنا الموقرة يكون موضوع بقوة، نبوا قرار حاسم، نبوا قرار قوي، نبوا قرار يردلنا حقنا. أمهات وصبايا في اللي ماتن بسبة سحرهم، هو الموت والعمر من عند الله، لكن هذوما كانوا سبب ان هو تموت هالوليه مشلوله. شفتوا انتم في الحلقات اللي صورناها الدبابيس في البمبينات، الدبش بتاع البنات، الخبر، حتى الزبده اللي جبنا فيها في الافراح يسحرم في اي شيء. فيا هو ما بنش نعاود الكلام، افطن وارجع لله عز وجل. هم هذوما ربي ياخذ منهم الحق، وحتى كيف ما يقول شيوخنا حتى توبتهم غير مقبوله، الله غفور رحيم. لكن هذا في حاجه واحده دارها والعياذ بالله، لما يتبول على كتاب الله عز وجل كيف تبي ربي يغفر له؟ هذا فات الشرك بمراحل. فما ينفعش واحد يدير هكي نخليه يخدمني باش نعيش حياتي مطمن. حلقاتنا مازال مستمرة معاكم، ربي يحفظكم ويحفظ هلنا ويبعد عنا شر السحر والسحارين. قولوا آمين.